شباب الريف الحسيمي انتظر حتى نهاية الشطر الأول، بل حتى انتهت فترة انتقالات اللاعبين الشتوية ليخرج عن صمته بإعلان نهاية ارتباط حسين أوشلا عن قيادة الفريق خلال الشطر الثاني، ليتم تعويضه بحسن الرقراقي. الفريق الحسيمي بكر في بداية الموسم إلى تغيير مدربه السويسري كريستيان زرماطن. قرار الاستغناء جاء بعد هزيمة الفريق بميدانه أمام الرجاء البيضاوي برسم الدورة الخامسة. أصحاب القرار وجدوا الحل أنذاك في إسناد المهمة للمساعد حسين أوشلا الذي حقق مع الفريق الحسيمي 4 انتصارات، أما باقي النتائج ظلت غير مستقرة بين التعادل والخسارة، فأنهى الفريق الشطر الأول في المركز 12 ب15 نقطة. شباب الريف الحسيمي أسند المهمة الجديدة لحسن الرقراقي بعد أن دربه في الموسم ما قبل الماضي، إذ من المنتظر أن يباشر الرقراقي مهمته خلال التجمع التدريبي للفريق بمدينة طنجة قبل الوقوف للتعرف على التركيبة البشرية الجديدة. مدربان تعاقب على الفريق في 15 مباراة، والفريق ما زال يبحث عن نقاط الأمان، والأمال تبقى معلقة على حسن الرقراقي في بلوغ مراكز تضعه مبكرا في منأى عن جحيم الحسابات الضيقة.